باطن من سابع المستحيلات انك تطلع مع الدولة اللبنانية ربحان، ولا حتى بالاتصالات، لانه دائما تتفاجأ لديكم في حسابكم، او اما المواطن اللبناني دائما بيكون خارج التغطية، او اما ان الكلفة الادنى لهذا الاتصال تتخطى رصيدكم. حياة الشعب اللبناني بالنسبة للاتصالات والشركات ايرور، يعني تيريلالي. في حال اني قررت اعمل هيك، صدقوني بكون عم اعمل ريفرش بس لقلقة. اكيد معك تليفون وها؟ ايه اكيد. 3G 4G ما بعرف انا بهالقصة. وفيسبوك، يوتيوب، جوجل، واتس اب، ماسنجر، اكيد فينا نتخلى عنهم هول. هذا السؤال محيرني انا. ليك انا عم بدفع حق 4G بس بعده 3G عندي. من زمان كان الفساد بس كان تحت الطاولات، بس هلا صار عينك يا تاجي. ليش لبنان اغلى بلد بالاتصالات بالعالم؟ اي اتصالات؟ مش كل ما افتح التليفون بدروا علي 30 سنت او اكثر. كيفكم؟ اكثر من هيك بننتجي. انا حراميه نصابين. للاتصالات منيحه، للشركات بيردوا وقت تعوض شيء نضيق على شركه الاتصالات. يعني بدهم يشفطوا نص الشهر من نرجع من عبي مره ثانيه. الشعب ما لازم يقبل خارج التغطيه. سيلولار ما بحبه. لك شو معي تليفون؟ منزل واتساب على الارض يعني؟ لا ما في ولا شيء، لانه ما في منافسه. ابتكار، في شركتين بس بلبنان وهن بيجبروا عليك انك تشتري من عنده او من عند هذا او من عند هذا. بألمانيا لا تعتبر بلد غالي، 50% الموبايل ارخص من هون. عندك الكونكشن قوي يعني بالاتصالات؟ لا بدها ساعه لتوصل المسج. خليني اسال سؤال. بقوسي والحال يبطلوا سرقه؟ لو نويت تنسى اللي فات تجي شركات مهبه وداب تفتح وترخص الاسعار. نلغيهم. لمين؟ للسريجي. لا توجي بالضاين، هي توجي وتروح. قال لك شغله، يوقفوا الهدر والسرقه والنصب والاحتيال كافي، بدهم ينصبوا علينا. مسار الاتصالات بيوزعوها على البلديات، زادوا الدولارات بس الكونكشن بطيء. وشو بتعملي لشار الكونكشن منيح؟ ما بعمل شيء، بروح بقى على الزوايا حتى لقيت كونكشن. ونحن شو بيطلع لنا؟ تطلع هلا كبيره، بلا ما تطلع كبيره خلينا. بدك تسال وزير الاتصالات. بتسالوا شو الحل لحتى يقوى الكونكشن والنت بلبنان؟ وهو بيلاقي لك الحل، وان شاء الله بيلاقوا حل. سيلفي بتليفون على ايام ستي وجد.